ومعنا العميد خالد حمادة الخبير العسكري والاستراتيجي. يعني سيادة العميد، اليوم الجيش الإسرائيلي يستهدف منطقة حيفا، وأمس تم الإعلان عن دعمه عسكريا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بما قيمته 8.7 مليار دولار. كيف ترى الموقف الأمريكي وتناقضه بين هذا الدعم العسكري وأيضا إعلان واشنطن تبنيها لخطة لوقف إطلاق النار؟ برأيك كيف تتابع هذه التطورات؟ يعني بالدرجة الأولى، هذا الموقف في لبنان يستنسخ مرة جديدة الموقف في غزة. في غزة لطالما قالت الولايات المتحدة أنها تسعى لوقف إطلاق النار ولا تريد توسعة الحرب، وأنها تضغط على الجانب الإسرائيلي يعني لتغيير مواقفه، ولكن يعني مضى حتى الآن ربما أكثر من 10 أشهر من التفاوض في غزة ولم نصل إلى أي شيء سوى هذا التقاضي بالمواقف بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل. يعني النموذج نفسه يستنسخ في لبنان، كذلك تمعن الولايات المتحدة في هذه يعني الادعاءات، وفيما إسرائيل يعني تلعب في المساحة الأمريكية بكل راحة وتقوم باستهداف لبنان وبالهجوم على يعني كل ما هو موجود في لبنان، مما يعني أدى طبعا إلى سقوط مئات المدنيين بين قتيل وجريح وتدمير طبعا عشرات القرى. لذلك يعني الموقف الأمريكي ليس موقفا جديدا. الولايات المتحدة من جهة تريد القول أنها راعية لكل هذا الكوكب يعني ولكل القضايا والأزمات، وأنها تريد تخفيف التوتر، ومن جهة أخرى طبعا يبقى سيل الدعم لإسرائيل المادي وبالذخائر قائمة. وبالتالي يعني هناك في مكان ما مشروع أمريكي للتسوية في المنطقة أو لإعادة ضبط النفوذ في المنطقة لم تتبلور عناصره لغاية الآن أو لم تنضج عناصره لغاية الآن، وفي هذا الوقت المستقطع يستمر طبعا القصف والعمليات العسكرية سواء في لبنان أو في غزة. لبنان أضحى، يعني دخل لبنان نقطة اللاعودة. نحن الآن نكرر نموذج غزة في لبنان. لا ندري طبعا إذا كان الموضوع مفتوح لمدة سنة في لبنان، ربما أكثر كذلك، ولكن في نهاية الموضوع الموقف الأمريكي لا يمكن الرهان عليه. الولايات المتحدة تريد القول أنها ليست شريكا وليست فريقا، ولكنها في النهاية يعني الموقف لا يعني الموقف معروف، لا يصل إلى مرحلة الضغط على إسرائيل من جهة ولا يوقف المساعدات لها، ومن جهة أخرى يعني تستمر هذه الدبلوماسية الأمريكية المكوكية دون أي نتيجة. نعم، اليوم أيضا نتنياهو يقول أن إسرائيل تواصل بحث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان، في الوقت الذي هناك يعني تقارير تفيد بأن إسرائيل تستعد لعملية برية على جنوب لبنان وإقامة منطقة عازلة في الجنوب. يعني هل برأيك تندفع إسرائيل نحو الحرب أم هي تهديدات بأفق الوصول أو مؤشرات الوصول إلى حل؟ يعني أولا بالدرجة الأولى نحن في وسط الحرب وفي خضم الحرب، يعني القول أنه إسرائيل هل تندفع نحو الحرب، إسرائيل اندفعت وهي الحرب قائمة. يعني لا أعتقد أنه في أحلك الأيام في غزة قام الطيران الإسرائيلي بـ 1200 غارة في يوم واحد، إذا نحن في قلب المعركة. الآن إذا كنا نراهن يعني أنه لن يكون هناك حرب إلا إذا كان هناك عمل بري، فأعتقد أنه التقدم التكنولوجي منذ 18 عاما لغاية اليوم قدم لإسرائيل مجموعة من الإمكانات والقدرات التي يعني لا تستلزم منها أن تقوم بعمل بري لتحقيق مكاسب أو لتبليغ أهداف. يعني ربما إذا كان هناك تفكير بعمل بري فأعتقد أنه ربما يأتي بعد أشهر وليس الآن. الظروف ليست ناضجة لا للتسوية، لأنه يعني العمل البري أولا هو يعطي فرصة لحزب الله لكي يعني يسجل نقاط على إسرائيل ويدمر بعض قواتها، وبالتالي هذا يعني استعادة لتوازن إسرائيل لا تريده. والمسألة الأخرى أن العملية البرية تعني أنه إسرائيل ستتجاوز الحدود اللبنانية، وحيث يوجد طبعا القرار 1701 وجنود اليونيفيل، وبالتالي هذا سيدخل الولايات المتحدة في مأزق أمام المجتمع الدولي أنه هناك عدم احترام لسيادة الدولة وهناك قرار دولي 1701 يتم اختراقه، وإلى ما هنالك من التبعات القانونية الدولية التي يعني ستتبع هذا الموضوع. لذلك أعتقد يعني الهجوم البري مؤجل إلى أجل غير مسمى وربما لن يحصل، والعمليات يعني مستمرة بهذا الشكل، حيث يعني تستند إسرائيل إلى نقاط قوتها كما قلنا بسلاح الجو وبالمسيرات وكذلك بالاستعلام الاستخباري والقدرات التقنية، يعني مما
مما يجعلها قادرة على تحقيق يعني نقاط عديدة دون ما حاجة إلى زج قوات برية. يعني بنجد دائما أن إسرائيل تتذرع بذرائع كأنها أهداف لتحقيقها، لكنها لا تحقق هذه الأهداف بقدر ما تحقق أهداف أخرى، يعني مثل ما تذرعت بموضوع الرهائن في غزة وحتى الآن لم تحقق هذا الهدف، الآن تتذرع بموضوع إعادة سكان الشمال إلى ديارهم مرة أخرى. هل بتعتقد أنها ستنجح في تحقيق هذا الهدف المعلن أم أن هناك أهداف أخرى من جراء هذا التصعيد ضد لبنان؟ يعني أنا أعتقد أنه يجب التفكير بالأهداف التي تعلنها إسرائيل بطريقة مختلفة. نعم. ربما إسرائيل تعلن أهداف غير قابلة للتحقيق للتمكن من الاستمرار بالعدوان، يعني لماذا لا نفكر بهذه الطريقة؟ صحيح. يعني اليوم إعلان مجموعة من الأهداف صعبة التحقيق أو مستحيلة التحقيق أو ليست هي الأهداف الحقيقية التي تريدها إسرائيل، هذا يعطيها مجالا طويلا وكبيرا للاستمرار بالعدوان. يجب أن نفكر بهذه الطريقة، أن اليوم إعادة 60,000 نازح في دولة مثل إسرائيل لديها يعني كل هذه المساعدات، أنا لا أعتقد أن ذلك سيشكل عبئا عليها. كذلك يعني بالمقابل هناك ربما 400,000 لبناني قد نزحوا من الجنوب في دولة يعني منهارة اقتصاديا. لذلك أنا أعتقد أنه على العناوين المرفوعة حتى العنوان الذي رفعه حزب الله، يعني الذي ربط وقف إطلاق النار في الجنوب وقف إطلاق النار في غزة، كذلك هو عنوان غير واقعي، هو عنوان غير واقعي. يعني لا يستطيع حزب الله أن يفرض معادلة ما على صراع تقوم به الولايات المتحدة وإسرائيل وهناك اشتباك دولي حوله وهناك دول عربية تقوم بالوساطة، ثم يأتي حزب الله ليقول يعني نريد هنا وقف إطلاق النار وإلا لن نوقف إطلاق النار في لبنان. أعتقد كذلك أن حزب الله وطهران يعني ينتميان إلى نفس المدرسة مع إسرائيل في رفع إعلان مجموعة أهداف غير قابلة للتحقيق، وبالتالي هو لا يريد تحقيقها لأن تحقيقها سيستلزم وقف العدوان. لذلك دائما كانت إسرائيل تدمر كل المقاربات الدبلوماسية، تارة تتفق على إطلاق الرهائن ثم تختلف على معبر نتسريم أو تختلف على محور نتسريم أو على معبر فيلادلفيا أو على معبر رفح. دائما هناك نقاط مختلقة للخلاف، وهذا يعني أنه الحرب المعلنة في المنطقة يشكل ربما غزة، ما يجري في غزة، التسوية في غزة وما يجري في لبنان جزئيتين منها، ولكن في النهاية كل هذا الحشد العسكري الكبير وهذا الاهتمام الدولي بالمنطقة وهذه الحروب الكبرى إنما هي مقدمة لتغييرات أهم بكثير من حجم حزب الله وما يريده نتنياهو أو مما يريده السنوار في غزة. نحن أمام يعني مرحلة مفصلية قد تغير وجه المنطقة وخرائطها وخرائط النفوذ فيها، وحزب الله ونتنياهو وحماس يعني هم جزئيات بسيطة في هذا المشهد الإقليمي الكبير الممتد من الخليج العربي مرورا بالبحر الأحمر والمحيط نعم. الهندي. يعني كلامك يؤكد ربما توقعات بعض الخبراء وتحليلهم بأن إسرائيل أداة في يد أمريكا لتحقيق ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد أو تغيير خريطة الشرق الأوسط، وهذا ما يفسر الدعم العسكري الكبير والمتواصل ولا محدود من جانب أمريكا لإسرائيل. هذا صحيح، هذا صحيح. يعني إسرائيل هي حاملة طائرات برية تعمل لدى أمريكا لا أكثر ولا أقل. تستطيع إسرائيل أن تغير سياسة نتنياهو وأن تقلب حكومته رأسا على عقب بمجرد أن تلوح بعدم أعطائه الذخائر، وبالتالي أمريكا هي من يدير المنطقة. المنطقة اليوم تسير وفقا لقواعد الاشتباك الأمريكية، وبالتالي كل كلام غير ذلك هو كلام غير واقعي. ليس صحيحا الكلام أنه إسرائيل تتحكم بالولايات المتحدة، هذا كلام يعني شاعري لا قيمة له. الولايات المتحدة هي من يدير كل اللعبة وكل الصراعات، وهي تريد مجددا امساك بالمنطقة وفقا لقواعد جديدة، وبالتالي نحن أمام هذه المرحلة يعني مرحلة المخاض العسير في المنطقة، ويعني أعتقد أنها مرحلة مؤلمة. صحيح. طب يعني بالنظر إلى أنها لعبة ولها قواعد، إلى أي مدى تختلف القواعد في لبنان عنها في غزة بالنظر إلى قدرات حزب الله العسكرية التي تفوق بالتأكيد يعني قدرات المقاومة الفلسطينية في غزة؟ يعني أولا القدرات الصاروخية التي كنا نعرفها عن حزب الله لم تعد هي نفسها. في العام 2006 كان هناك قدرات صاروخية أهم. طبعا هذا الموقف مرده إلى أن إيران لا تريد الاشتباك بالطاقة القصوى، أو هي لا تريد كذلك يعني أن تسيء إلى علاقاتها أكثر فأكثر مع الولايات المتحدة. أعتقد هذا هو الموقف. على صعيد الاشتباك البري لم يحصل اشتباك بري حتى
يعني نتمكن من المقارنة، لأنه طبعا المقاومة الفلسطينية في غزة قدمت يعني نماذج من القتال القريب ومن الاستبسال ومن مهاجمة يعني وحدات العدو بطريقة ربما غير معهودة وربما لم تحصل في التاريخ ولن تتكرر. لذلك يعني طبعا هنا مساحة جغرافية في لبنان أكبر، هنا إمساك بالقرار السياسي في الدولة، هنا طبعا مرافق اقتصادية لحزب الله، طبيب أموال وتجارة مخدرات وإمساك بالحدود وعمق جغرافي يصل إلى سوريا لتخزين الصواريخ. ولكن في الحال الاشتباك هو اشتباك صاروخي، لم يكن يعني يقيم أي نوع من التوازن مع قدرات إسرائيل لغاية الآن، ولا ندري إذا كانت فعلا إيران تريد أن تكون جزءا من المعركة. لا يبدو ذلك، يبدو أننا ندفع ثمن يعني هذا الخلل في التوازن الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، وبالتالي لبنان مفتوع على كل الاحتمالات للأسف العنيفة. نعم، بالنظر إلى الموقف الفرنسي على اعتبار أن هناك نحو 20,000 فرنسي مسجلين لدى وزارة الشؤون الخارجية على أنهم يعيشون في لبنان، والعلاقات التي تجمع بين البلدين، يعني إلى أي مدى ترى يمكن لفرنسا أن تمارس ضغطا من أجل التهدئة في لبنان؟ اليوم ماكرون يعني يدعو أمريكا للضغط على إسرائيل لقبول هدنة في لبنان ويعارض أن تصبح لبنان غزة جديدة. يعني أولا الموقف الفرنسي لم يكن فعالا منذ مدة، يعني المشهد هو مشهد أمريكي بامتياز. طبعا يمني النفس الرئيس ماكرون بأن يلعب دورا معينا في لبنان، ولكن للأسف يعني منذ سنوات فرنسا تحاول، ثم نكتشف أن ما تقوم به فرنسا هو جزء من دور أمريكي يعني يوكل إليها. لا أعتقد أنه ماكرون قادر على تغيير المشهد، هو يتمنى ذلك ولكنه غير قادر للأسف. طبعا لا ننكر أن لفرنسا نوايا جيدة تجاه لبنان، ولكن هذا كله لا يكفي لقلب موازين القوى، ولا يستطيع نتنياهو أبدا أو لا يستطيع الرئيس ماكرون أن يفرض أي شيء على نتنياهو. لذلك الأمور على حالها، الرئيس الفرنسي يحاول ولكنه لا يستطيع. نعم، ما يتعلق بالموقف المصري أيضا وقيادة يعني عدد من المبادرات لإنهاء هذه الفوضى وهذا العدوان سواء في غزة أو في بيروت، كيف ترى يعني هذا الدور بالمشاركة مع دول أخرى في المنطقة أيضا؟ يعني أنا أولا أعتقد أنه في النهاية الدور العربي هو ما يعول عليه، وطبعا مصر هي القوة الرائدة في العالم العربي على المستوى السياسي. وعلى مستوى يعني هذا التاريخ الطويل في إدارة الصراعات في المنطقة. ولكن أنا ما أراه أنه ما تشكو منه أي مبادرة عربية هو العجز اللبناني. يعني لبنان عاجز عن التجاوب مع أي مبادرة عربية، وبالتالي يعني هذا ما يضعف الموقف العربي. ما نراه الآن أن الموقف الحكومي اللبناني هو موقف متسق مع حزب الله. نعم. موقف حزب الله، لأنه فعلا الدولة اللبنانية فقدت تباعا قدرتها على الإدارة الدولة، وحزب الله سيطر على مرافق الدولة وسيطر على قرارها السياسي. لذلك هناك يعني ثغرة كبيرة ربما يستشعرها المصريون، يستشعرونها ويدركونها تماما. يعني يعتبروا أنه لبنان السياسي، لبنان كدولة على مستوى القرار ضعيف، وبالتالي لا يستطيع يعني أن يتخذ موقفا متميزا يمكن أن يبنى عليه ويمكن أن يدعم عربيا. هذا للأسف. طبعا مصر تحاول، وهذا يهمها أن يكون لبنان مستقرا وأن يستعيد دوره كذلك دول الخليج، ولكن للأسف يعني الدولة اللبنانية هذا ما لديها، هذا ما أفرزته طيلة هذه السنوات من التسلط يعني أذرع إيران في المنطقة، وهذا ما ألى إليه الوضع على مستوى القرار السياسي. وطبعا أتت المأزق الاقتصادي الذي يعني والمأزق المصرفي في لبنان يضعف هذه الدولة أكثر فأكثر. نعم، أشكرك العميد خالد حمادة الخبير العسكري والاستراتيجي.